من منا لا يحب البطاطا المقلية؟ لكن هل فكرت يوما بقصة اختراع هذا الطبق اللذيذ؟ حكاية البطاطا المقلية. تنسب كثير من الدول اختراع البطاطا المقلية إليها. الرواية الأكثر تداولا تقول إن أصلها من بلجيكا. أخطأ طاه بلجيكي فوضع البطاطا في الزيت بدلا من قدر الطبخ. حاول التخلص منها لكن البطاطا نفدت لديه، فأقنعته رائحتها اللذيذة بتقديم الطبق للزبائن الذين أعجبوا به وسألوه عن اسمه، فأجابهم الطاهي: البطاطا المحمرة. رواية أخرى تقول إن البطاطا المقلية ظهرت عام 1680 بدلاً من أصابع السمك المقلية التي كانت وجبة رئيسية في بلجيكا على إثر تجمد الأنهار واشتداد الجوع. ينسب الفرنسيون الطبق إليهم ويسمونه فرنش فرايز، ويقولون إن كتب الطبخ الفرنسية تحدثت عنه منذ عام 1680. يستمر الصراع بين البلدين على نسب الاختراع حتى الوقت الراهن، وما يزال هذا الطبق الأكثر شعبية حول العالم.